اهلا بيكم يا شباب. خلاص خلصنا اول امتحانين اللي هو العربي والفرنساوي، وعرفنا ان الامتحانات مش بالسيناريوهات الصعبه اللي احنا كنا حاطينها في دماغنا، اللي احنا هنخش الامتحان ومش هنعرف نحل وهنتوتر ومش هنقدر نكمل الامتحان والوقت مش هيكفي. لا، الحمد لله دخلنا الامتحان وعرفنا نتعامل معاه، وعرفنا ان كل السيناريوهات دي مش حقيقيه، وخلاص قدرنا ان احنا نتعامل مع التوتر نوعا ما. فخلاص بقى الفتره الجايه حاول انك تبدا تطور من نفسك، سواء نفسيا وانت في اللجنه او حتى علميا وانت بتراجع في الامتحان. نفسيا بقى ان خلاص يعني مش عدت محتاج انك تتوتر خالص، الموضوع بقى بالنسبه لك امر سلس وسهل انك امتحنت امتحانين. وابدا بقى انك تطور من نفسك على الناحيه التعليميه، انك مثلا شفت الفتره اللي فاتت ان المعلومات اللي بتيجي من ما بين السطور، فهبدا ان انا اركز الفتره الجايه وانا بذاكر على المعلومات اللي ما بين السطور، ولو الوقت مش كافي معاك هبدا ان اركز الفتره الجايه على الوقت وادرب نفسي عليها وانا بحل شوامل في البيت. يعني ابدا مثلا في امتحان الكيمياء ابدا ان انا ادرب نفسي على ان انا احل الامتحان في ساعتين وساعتين ونص، اقل من وقت الامتحان كمان. طيب يا شباب، هو ايه الجدول الافضل لمراجعه الكيمياء؟ بص يا سيدي، اول نصيحه عندنا كده عشان تراجع الكيمياء كويس، لازم تقسم الكيمياء، يعني لازم تقسم منهج الكيمياء لاجزاء. والله انا بقسم منهج الكيمياء لخمس اجزاء. اول حاجه الباب الاول اللي هو باب الحديد، الباب الثاني التحليل الكيميائي، الباب الثالث باب الاتزان، والباب الرابع الكيمياء الكهربيه، والباب الخامس اللي هو الكيمياء العضويه. فانا اول خطوه عندي هبدا ان انا اقسم المنهج بتاعي زي ما احنا قسمناه لخمس خطوات، وابدا ان انا ادي لكل جزء من الخمس اجزاء دول وقت معين لازم يخلص فيه زي الديدلاين كده. هبدا ان انا احسب فاضل لي قد ايه على امتحان الكيمياء. والله انا فاضل لي بقيت يوم الثلاث والاربع والخميس والجمعه والسبت، يعني فاضل لي حوالي 4 ايام ونص. فابدا ان انا اقسم الخمس اجزاء دول على 4 ايام ونص الجايين. طيب يا دكتور، خلاص قسمت الكيمياء طب يا دكتور ادي لكل جزء وقت قد ايه؟ بص، انت هتدي لكل جزء وقت على حسب اتقانك ليه. يعني مثلا لو انت متقن باب الحديد تماما اكيد مش هديله وقت زي ما انا هدي الباب العضويه اللي هو الكبير قوي وفي معادلات وانا كنت واخده في اخر السنه وما كنتش تمام فيه، فانا هديله وقت طويل غير باب الحديد اللي انا كنت واخده في اول السنه وراجعته اكتر من مره. تاني نصيحه عندنا ابدا بالصعب، يعني ابدا بالجزء الصعب في الاول. طب يا دكتور، انت من وجهه نظرك ايه اصعب جزء من الخمس اجزاء اللي احنا قلنا عليهم؟ بص، اصعب جزء من الخمس اجزاء هو العضويه، لانه باب كبير وفيه تفاصيل كتير وانت كنت واخده في اخر السنه فما كنتش مركز فيه قوي. فانا هبدا اول حاجه باب العضويه، وهبدا اركز قوي على معادلات العضويه بالتحديد. وخلي بالكم يا شباب، لان العضويه ده اكبر جزء بيجي عليه اسئله في الامتحان، يعني اغلب امتحان الكيمياء بيكون عضويه، فانا هبدا اركز في العضويه كويس جدا. طب تالت نصيحه عندنا طريقه المذاكره. اول حاجه انت هتبدا تذاكر الباب عن طريق انك هتقراه كانك بتقرا ورقه جرايد، طبعا ده بخلاف المعادلات اللي هي لازم تتكتب بالايد. تاني خطوه معايا يا شباب في طريقه المذاكره، هبدا اخش اشوف الاسئله اللي انا كنت غلطان فيها طول السنه وابدا ان انا اراجع عليها. تالت نصيحه معانا، حاول تحل الشوامل بالوقت، وانت ممكن تحل الشوامل بطريقتين من الاثنين، يعني مثلا في كل اخر يوم تبدا انك تحل شامل، او تسيب حل الشوامل لاخر يوم، يعني انت تذاكر كله وتبدا انك تسيب حل الشوامل لاخر يوم او يومين. رابع نصيحه معانا، ودي نصيحه مهمه جدا، حاول تشوف امتحان السنه اللي فاتت وابدا حط نفسك مكان وضع الامتحان واعرف هو بيفكر ازاي. كلمه السر في حل الاسئله الاخطر انك تحط نفسك مكان وضع الامتحان. وكده يا شباب احنا خلصنا فيديو النهارده، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب وحاول تشير الفيديو عشان يشوفه اكبر عدد من زمايلك، وافتكر ان ده على خير كفاعله. ويلا مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد.